السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Mieux comprendre. المرجو من أمهات وأولياء وآباء التلاميذ والتلميذات الراغبين في الاستفادة أو استفادة أبنائهم وبناتهم من التعليم الحضوري تحميل هذا المطبوع وتعبئته وإيذاعه بعد التوقيع لدى المؤسسة التعليمية ابتداء من فاتح سبتمبر 2020. وقد دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأسر الراغبة في استفادة بناتهم وأبنائهم من التعليم حضوريا بالمؤسسة التعليمية والخصوصية خلال الموسم الدراسي 2020-2021 إلى التعبير عن هذا الاختيار من خلال تعبئة استمارة مخصصة لذلك وانطلاقا من فاتح سبتمبر. وتتضمن الاستمارة معلومات يجب التوقيع عليها من قبيل الاسم والنسب الخاصين بالموقع وكما تشاهدون في هذه الوثيقة، وكذلك الاسم والنسب إلى رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التعريف الوطنية والصفة إن كان أب أو أم أو ولي أمر، فقط الأب معروف والأم معروفة، لكن ولي الأمر في بعض الأحيان يكون الابن أو البنت متبني أو مسؤول عنه، وكذلك معلومات خاصة بالتلميذ الاسم والنسب الرقم الوطني وتجدونه في مسار والمستوى التعليمي المؤسسة التعليمية يعني اسم المؤسسة التعليمية والمديرية أو الإقليمية المديرية الإقليمية في بعض الحالات بالنسبة لنا إقليم بركان نديرو مديرية أو إقليم بركان. أرغب في الاستفادة ابنتي أو ابني من التعليم الحضوري وألتزم بالاحترام التام للبروتوكول الصحي وكذا التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية، ثم نضع التاريخ والتوقيع، وهنا ما يحتاجش ليغاليزاسيون يعني تصحيح الإمضاء لأنه مكتبوش هنايا تحت، يجب أن يكون مصحح الإمضاء. وكذلك ما يجب الإشارة إليه بعد أن شرحنا هذه الاستمارة. وضحت الوزارة أن هذه الاستمارة يجب تعبئتها مباشرة بعد خدمة ولي التي ستوفرها منظومة، يعني قد جاءت تلقى في البوابة واحد الخدمة اسمها خدمة ولي والتي ستوفرها منظومة مسار أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسة التعليمية التي يدرس بها أبناءكم من خلال ربط الاتصال بمدير المؤسسة، وذلك انطلاقا من فاتح سبتمبر. وسأضع لكم تحت هذه وسأضع لكم تحت هذا الفيديو رابط تحميل هذه الوثيقة وملئها وتعبئتها منذ الآن إذا كنتم ترغبون في التعليم حضوريا. وبهذا يتم هذا الفيديو وأستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.